السلام عليكم، أهلا بكم في الفيديو ديال اليوم الإخوان والأخوات. نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه مجموعة من الأخبار. غادي الخبر الأول واللي هو أنه وزارة الصحة المغربية طلبت من اللجنة العلمية أنها تعقد اجتماع وتعطيها تقرير حول الوضعية الوبائية، وكذلك أنها تعطيها تقرير حول مسألة فتح الحدود الجوية المغربية. كذلك بالنسبة للتوتر السياسي المغربي والإسباني، فما مصير عملية العبور لسنة 2021؟ وكذلك غادي نتكلم على الخبر الثالث والأخير واللي هو هروب جماعي من المغرب إلى سبتة اللي هي تحت السيادة الإسبانية، يعني الحلم حول السفر أو يعني اتجاه إلى أوروبا. نبدأ بالنسبة للموضوع الأول. بالنسبة للموضوع الأول واللي هو أنه كما قلت وزارة الصحة المغربية طلبت من اللجنة العلمية أنها تعطيها تقرير حول الوضعية الوبائية بالمغرب، وكذلك أنها تعطيها تقرير حول مسألة إذا ما أمكن أنهم يعني يفتحوا الحدود الجوية. هذه اللجنة العلمية وهذه الكلمة هذه نظن أنكم سمعتوها وهذا الاسم كثير من الفيديوهات اللي درتهم لكم، بحيث أنه أي بلد عنده اللجنة العلمية دياله واللي هي أنها تقرر باش أنهم يشوفوا واش يخفوا القيود، واش أنهم يفتحوا بعض الأماكن، واش أنه كذلك يمكن السفر أو التنقل. طلبت وزارة الصحة من اللجنة المغربية أنها تقوم بهذا يعني بهذا الاجتماع. هذه اللجنة المغربية العلمية اللي دارت هذا الاجتماع أولا خفت بعض القيود، هذه القيود منها مثلا الأماكن اللي كانوا مغلقة فتحوهم، كذلك بالنسبة للتنقل للجهات واللي كان يعني أنه يعني نقولوا ممنوع في مثلا في عيد الفطر، كان بعض التنقل اللي هو ممنوع للجهات، كذلك أنه تم تخفيف القيود بالنسبة لحظر التجول ليلا واللي رجع مع 11 الليل. يعني هاد مسألة تخفيف القيود بحالها بحال يعني بالطريقة اللي هنايا في فرنسا مثلا، بعض الأماكن فتحوهم، بعض يعني أنهم بدلوا لنا التوقيت نتاع حظر التجول في المساء. المهم كيمشيو يعني بحال نقولوا خطوة بخطوة. هاد القيود اللي كانوا دايرينها بالمغرب طبيعة الحال وكأي دولة أنهم يخافوا باش يكون هنالك انتشار الوباء وكيحاولوا أنهم يتحكموا فيه. لكن كذلك انه بالنسبه للجنه العلميه قالت على انه بالنسبه ارتداء الماسك يعني لا بد ما خاص يكون ارتداء الماسك. قالت كذلك على انه بالنسبه لعمليه التطعيم او لو فاكسان او التلقيح انه المغرب باغي يوصل لو ماكسيموم في هذه المده باش انه يلقح جميع المواطنين، وانهم غادي يستلموا جرعات جديده اللي غادي توصلوا بهم. كذلك انه وزارة الصحة طلبت من اللجنة العلمية انها تعطيها تقرير يعني في هذه الايام هذه باش خاص انهم يشوفوا واش يفتحوا الحدود الجوية، لانه كثير من الجالية حاليا اللي راهم كيتسائلوا بالنسبة واش غادي نسافروا واش ما غاديش نسافروا. في حين في هاد الظرفيه هذه او في هاد الوضعيه هذه اللي اللجنه العلميه دارت التقرير ديالها بطبيعه الحال، كانت يعني كان هنالك البرلمان المغربي واللي كانت عنده جلسه شفويه يوم الاثنين. بطبيعه الحال النواب يعني طرحوا مجموعه من الاسئله، ولكن الحكومه المغربيه ما كاينش هنالك واحد البرنامج اللي يتكلموا عليه، او انه واحد البرنامج اللي غادي يعرفوا يعني المهاجر المغربي سواء بالنسبه لفتح الحدود يعني الجويه او البريه. بالنسبه لفتح الحدود الجويه قلنا احنا ننتظروا يعني اللجنه العلميه، اما بالنسبه لعمليه مرحبا او لعمليه العبور لصيف 2021 فهاد الاثناء هذه كاين توتر سياسي مغربي، بحيث انه هذا التوتر كيف كتعرفوا جاء نتيجه انه اسبانيا يعني دخلت عندها باش انها تعالج واحد ما يسمى زعيم البوليزاريو. طبيعه الحال المغرب ما بغاش، بحيث انه المغرب كيشوف على انه هذا الشخص هذا يعني مجرم، لكن بالنسبه لاسبانيا اتخذته على انه تعالجه كحاله انسانيه بحاله بحال اي مواطن او بحاله بحال كي اي انسان. يعني بطبيعه الحال هنالك توتر سياسي رغم ان المغرب واسبانيا يعني كيتسموا انهم اصدقاء وبيناتهم يعني كما نقولوا مصالح، بطبيعه الحال كل دوله عند شي دوله مصالح، ولكن بما انه وقع هذا الشيء وانه يعني المغرب ما بغاش بطبيعه الحال
وشنو كان الرد؟ يعني من مور هاد الشيء، من مور هاد الشيء كان الرد، وهو أنه هجرة جماعية لمواطنين من المغرب باش يدخلوا لإسبانيا. بطبيعة الحال أنه باش تبغي أنك تدخل من مدينة لمدينة أو منطقة لمنطقة أو البلاد لبلاد، طبيعة الحال ديما كتكون يعني الحراسة المشددة، وديما كيكون هنالك يعني سلطات كتراقب. لكن باش أنك تدخل من بلد مغربي وتمشي لبلد أوروبي، طبيعة الحال غادي يكون هنالك مراقبة. ولكن أنه فاش تبغي انك تهاجر وما كتكونش مراقبه وما كتكون حتى شي حاجه اللي بغى يدخل يدخل، يعني هذا الشيء راه كنقولوا حنايا مخطط له. فهاد الاثناء هادي واللي دخلوا 8000 شخص مواطن مغربي، وغادي نحاول انني نخلي لكم في اخر الفيديو تشوفوا انه 8000 مواطن مغربي، منهم 1500 قاصر، يعني 1500 نتاع الاطفال اللي هما قاصرين يعني تحت سن 18 سنه. كانوا هنالك امهات، كانوا هما هنالك حتى لي بيبي. نظن انكم شفتوا المناظر وشفتوا الهول ديال هذاك الشيء، الناس اللي كتجري بحال البعث، بحال البعث الناس كتجري. المهم بغيت نقول لكم المغرب يعني الرسالة ديالو اللي بغى يوصلها لإسبانيا، بغى يقول لها على أنه أنا اللي راني شاد عليك الحدود باش أنه يعني ما تكونش هاد الهجرة غير النظامية اللي تقدر أنها تسبب لك مشاكل في الدولة ديالك. ولكن بما أنه نتيا يعني كيقول إسبانيا، بما أنه نتوما يعني كحكومة أنكو درتو يعني بحال نقولوا استضفتوا واحد الشخص اللي هو ما خاصش حتى تعالجوه، هادشي ماشي كلامي، كنهضر يعني على الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية. قال له يعني بحال اللي كيقولوا الرد ديالهم، ها هو غادي تشوفوا انايا ما غاديش ندير الحراسة على الحدود وشوفوا واشنو يوقع. يعني هنا المغرب كيقوم بحال نقولوا واحد العملية ديال الشونتاج. هذه الكلمة ديال العملية ديال الشونتاج ماشي انا اللي قلتها، ولكن الحكومة نتاع بروكسل هي اللي قامت بندوة صحفية وقالت للمغرب ما ديرش هذا الشونتاج مع اوروبا، راه هذا الشيء ما كيصلحش. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه واش تعقلوا على لا فيديو اللي درت لكم على نزهة الوافي، واللي كانت تكلمت واللي كانت تقول نعم نامل باش انها تكون قريبا عملية العبور لصيف 2021، وقالت كذلك واحد الكلمة، قالت حتى ولو لم تكن هنالك عملية العبور ربما غادي تكون واحد العملية كبيرة اللي هي استثنائية. وانا يا تكلمت على ذاك الموضوع وقلت لكم انه مادام كيكونوا عمليات كبرى استثنائية او حتى صغرى استثنائية كيكون هنالك لابد يكون هنالك شروط. فهاد يعني المرحلة أو هاد الوقيتة اللي احنا راح نستناو الرد في هاد الأيام بالنسبة لفتح الحدود الجوية بالنسبة نتاع المغرب مع دول اللي راح سد معها ومن بينها فرنسا، بطبيعة الحال فهاد الوقيتة هادي الدول الأوروبية صرحت على أنه صافي فتحوا يعني السياحة ديالهم في الدول الأوروبية الداخلية. وكذلك راكم شفتوا حتى بلد الجزائر أنه صرح ابتداء من يونيو غادي يكون هنالك فتح الحدود حتى ولو جزئي، المهم انه كاين هنالك يقدر الواحد انه ربما يسافر. فقط هذا هو الفيديو اللي بغيت انني نشاركه معكم اليوم، نقول لكم فاش غادي تخرج اللجنة العلمية بواحد القرار. طبيعة الحال ان شاء الله ندير لكم الفيديو. اختي وخواتاتي ربما بعض المرات كيخرج الخبر وانني ما نقدرش ننزله لكم في هذه الساعه، لانه الاخوان والاخوات اللي مشاركين معنا من بدايه القناه كيعرفوا انني كنخدم، انني حتى نجي في المساء وانني باش نقدر نعطيكم الخبر. لذلك بغيت نقول لكم سمحوا لي، ولكن الناس اللي يعني كتابعني راني عارفه واخا كتشوف الخبر انها كترجع للقناه ديالي كذلك وانها كتبغي تسمع عوده الخبر مني. هذا هو الفيديو، نخليكم مع بعض الصور وشكرا لكم على المتابعه ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. الحمد لله اخويا، وليداتي جوج مشاو، وحده عندها 14 عام وحده عندها 16 عام، حيت المغرب ما فيه ما يدار، ما عندنا ما يدار هنايا، ما لقينا ما ناكلو، وحوايجنا بدينا نبيعوهم وناكلو، ها الديور عندنا ولكن اش غناكلو؟ مدخول ما عندنا حتى شي مدخول، راه وليداتنا دابا راه رميناهم في البحر باش وصلوا.
حتى كتشوف كما كتشوف هاد الاجواء الناس الاطفال هي صغارين كلشي كيدخل تنسى بترابي كلشي المهم داكشي الالم وصافي ومشكله داخل كيرتشعوا دابا اللي فلت في الاول فلت وصافي وحنا اش نقول لك الخوه ديالي حنا مكرفطين في هاد البلاد هادي ما كاين خدمه ما كاين حتى شي حاجه ولا تيطوانا خوه ديالي عقبه الحلوف صيروا درهم دائما الطموح مطيحين ما كاين والو عايشين بطاله ما كاين الخدمه ما كاين لي والو اللي حق بلادكم كما كانت بلادكم غزاله والله يصيب من عنده اش ما كنهضروش على الناس اللي كيمشيو في لانشا كيضربوا 25 ساعه في الماء كيموتوا تما في الماء ما نهضروش عليهم ولا هاي الدنيا هي كلشي غنمشيو لاوروبا على حقاش الطريق هذا الناس اللي كيموتوا في البحر ما كنهضروش عليهم دابا حنايا شفنا المخزن اليوم اطلقنا العسكر الميتان غيدخلوا الناس هذه هاد بلاد راه ماشي اوروبا هذه راه بلادنا صبتها هذه راه بلادنا هذه ندخلوا عليها الدنيا هانيه ما كاين حتى شي مشكل المهم ما عندي ما نقول لك فهاد كاستياخو كاستياخو ضاعت لا كانت بارد ديوانه كلشي كان خدام شادونا بارد ديوانه ما بقى ما يدار كاستياخو كلشي كيتوفى دابا خاي ديالي نحن لم نغادر كرهم في الوطن الوطن ما عطاناش اخاي حنا الوطن ديالنا ما عطاناش حنا كرهنا نمشيو في هاد الساعه هادي تشوف بنادم داخل في وسط البحر داخل خاطر بحياته حنا حبا في الوطن ولكن ما كاينش الوطن ما عطاناش اذا تبا للوطن الوطن